خلينا نطلع نشوف ماذا قالت الجماهير التونسية، جماهير الترجي المحترمة، عن هذا اللقاء، المباراة النهائي ما بين الأهلي والترجي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. كل التحية لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مباراة ما بين كبيري القارة الإفريقية، النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي. شوط أول انتهى في ملعب حماد العقربي بالتعادل السلبي بدون أهداف. لسه مباراة تانية 50-50 ما بين الأهلي والترجي. خليني في البداية أرحب بيك، أهلا بيكم في مصر. مباراة نتمنى تخرج في إطار الروح الرياضية اللي بتجمع ما بين الأهلي والترجي. أكيد إحنا إخوات، إحنا اللي هنا في بلادنا، والشعب المصري فرح بينا برشا، ويعطيكم الصحة على كل شيء. وإحنا جايين مأمنين بفريقنا ومأمنين بحظوظنا. صحيح 50-50، اما اللي باش يغلط باش يعطي اللقب يا اما باش يمشي للترجي يا اما باش يقعد لهنا في القاهره. اما باذن الله باش نروحوا بيه معانا ان شاء الله في الطياره ان شاء الله. انت عايز تروح بيه واحنا اللي عايزين الكاس يفضل عندنا. ده حق مشروع، ده اي حق مشروع. بالظبط، انت تحلم باش ترفع اللقب في بلادك، وانا نحلم باش نروح باللقب لبلادي ونرفعه لهنا في القاهره. انتم رفعتوا لقب في رادس 2012 2018 هزيناه نحن على الاهلي، وان شاء الله سناء باش تولي 2-1 ان شاء الله للترجي ان شاء الله. احنا على خاطر زوز فرق كبار في افريقيا، مستحيل تلقى واحد ترجاوي يشجع فريق الزمالك او فريق اي فريق ثاني. احنا كيف زاد عنا في تونس فريق النادي الافريقي، في جماهير بتشجع الاهلي، اللي صار معنا في مصر صار مع الاهلاويه في تونس. احنا كترجي ولا انتم كاهلي تشجعوا كم فريق الاهلي؟ اكاو احنا نشجعوا كم فريقنا؟ اكاو ما يهمناش حتى فريق. الترجي والاهلي يعني كلاسيكو من كلاسيكيات القاره الافريقيه، فرقتين كبار، جماهير كبيره، كل فريق عارف قيمه الثاني، كل نادي عارف قيمه الفريق الثاني بجمهوره. هذا اقوى كلاسيكو. شكرا لكم على الاستضافه. برشا اهلاويه فرحوا بي هنا، يرحم والديهم الناس الكل. هذا اقوى كلاسيكو في افريقيا. شرم ليه شرم اخر. كنا تكون فينال ترجي والاهلي مش كيف تكون فينال ترجي وفريق اخر، ولا الاهلي وفريق اخر مش كيف الاهلي وترجي. احنا واعيين باللي بالماتش وكبر الماتش وكل شيء، عندنا ثقه في المجموعه نتاعنا، خلاونا نحلموا ماتش سان داونز، خلانا نحلموا برشا. من الاول ما كناش نحلم، حلمنا وسافرنا على جال جمعيتنا على خاطر عندنا ثقه فيهم. ان شاء الله يكون الماتش فيه برشا روح رياضيه واللي يربح صح عليه. والله النادي الاهلي تعمل حساب اللاعبين الكل، مثلا انا يعجبني شحات ولا امام، لكن فما حاجه عجبتني برشا كي جيت لمصر، شفت الناس فرحانه، حاسه روحها ديجا هزت الكاس، وانا هذا فرحتني. وان شاء الله يكون لاعبين الاهلي يخموا نفس التخمام تاع الجمهور. امنيه عندي، نتمنى يعني، مش اللي نتمناه يحصل، انا نتمنى يكونوا اللعيبه نتاع الاهلي تخمم نفس اللي يخمم فيه الجمهور. هكاك نجم نروحوا بالكوب. اذا كان مش تخموا ان الماتش مازال 50-50 باش يكون صعيب شويه الماتش. نرحب بكم ونشكر كل الجماهير الاهلاويه اللي رحبت بنا هنا في مصر، فرحوا بينا بحاجه مش جديده، يعني نهائي بين اثنين من كبار افريقيا. ان شاء الله يكون اول حاجه فوز الترجي، هذا امنيتي ان شاء الله، ويا ربي تنعاد ماتش في روح رياضيه كبيره، وان شاء الله الترجي يفوز ان شاء الله. والله في العاده احنا كجماهير ترجي ولا الترجي بصفه عامه ما نخافش من اي حد، بس يعني نجم نقولوا شويه بيرسيتاو ممكن هي يقلق شويه، بس بقدره ربي ما يخوفنا حتى احد. الترجي احنا نخافوا كان مروحنا، يعني الحاجه الوحيده اللي نجم نخافوا منها هي لعيبه جوارد، اما المنافس قدر ما نخاف من حتى احد ان شاء الله. حاجه عاديه من سنين، مش من توا، يعني حاجه من اول الدنيا. ترجي والاهلي نكهه خاصه ومش حاجه جديده علينا، معناها فهمت شنو، ان شاء الله مربوحه. والله الحاجه الاولانيه نبدا بها نحب نشكر معناها الاستقبال اللي هنا اللي جينا. انا جيت من المانيا وجيت مع اصحابي، هم هبطت بحذاهم في ايطاليا، وبعد رحنا هنا لمصر. احنا قصينا من قبل ماتش الذهاب، من اللي ربحنا سان داونز كسبنا، قلنا حنروح للماتش الاياب بالقاهره. نبدا بالنادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، مش احنا باش نحكيو على نادي زي النادي الاهلي، وخمس فاينل على التوالي، خبره كبيره. انتم هنا عندكم الاهلي نادي القرن، احنا الترجي بنقول غول افريقيا، غول افريقيا.
بصراحه ماتش بين الاهلي والترجي بنقول بالتونسي دربي، دربي افريقيا، جماهير كبيره، جماهير كبيره بالاهلي، كبيره بمصر، نقدروا بعضنا، نحبوا بعضنا، واللي يربح صح عليه. هي في الاخر ماتش فاينل، اللي باش يربح صح عليه. تقعد ديما كوره، احنا شقاء مصريين توانسه، كيما بالكوره عندنا منتخب تونس منتخب مصر، عندنا دربي. نقدم تهاني للنادي الاهلي ونادي الترجي، باش نروح مع بعض لامريكا. كلام مهم جدا ومحترم جدا. تظل دائما العلاقات المصريه التونسيه او الاهلاويه الترجويه علاقات رائعة زي ما حضراتكم شايفين، على مستوى الإدارات، على مستوى اللاعبين، على مستوى الجمهور. ولكن هل لفت نظرك حاجة مثلا معينة؟ كل طبعا العلاقة طيبة يعني على كل المستويات، لكن يعني شدني كلام أحد المشجعين، يعني طبعا أهلا بيهم في مصر بلدهم التاني، يعني انه بيتكلم على ان لاعبتنا تبقى يعني منساقه مع الجماهير في ان البطوله خلاص في 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 النادي الاهلي. يعني دي بتسبب مشكله احيانا. انا ما شفتش جمهور، ويعني انا قريب الناس متفائله، يعني في بعض الناس وناس كتيره متفائله ان شاء الله باداء النادي الاهلي وبحماس وروح لاعبتنا الفترات الاخيره، وفي المباراه اللي هناك كمان ادت ثقه لجماهيرنا شويه انه النادي الاهلي قادر ان شاء الله على تخطي عقبه الترجي والفوز بالبطوله باذن الله تعالى. الثقه دي يعني لما تبقى في محلها مع الشغل والمجهود والتركيز طبعا بتكون في محلها تماما يعني، لكن لما تبقى ثقه وانت خلاص مستخف بالمباراه اعتقد ان دي بتبقى مشكله كبيره جدا. لعبتنا الحمد لله مركزين بشكل كبير، وانت عارف اسلام ان شاء الله يعني في المباراه هنشوف اداء مميز جدا ان شاء الله.